انا بالنسبه لي ما عندي حتى حب لبن علي وكنت معارض، اما استماره الدوله سمعه الدوله يزمو يرجع، هو رئيس سابق، هو رئيس سابق، وبيسير العفو والمصالحه وخلي القضاء يخدم خدمته، علاش تسيس في الملف انت؟ وثم راهو وقت اللي احنا ضربنا بالبوني على العداله الانتقاليه لان بعد الثورات ملف العداله ملف خاص جدا، يفو بلي لا باج، وراهو بلي لا باج على الناس كل. والناس اللي امبارح نسمع في مسؤول يحكي على ما نسامحوش ولا نسامحوا يا خويا، تو نجبدوا ملفات الكل، نجبدوا ملفات بن علي ونجبدوا الوعد ونجبدوا التجمع ونجبدوا ما فرق ونجبدوا كل شيء، راهو نجبدوا كل شيء. انت مع عودة بن علي لتونس؟ مع عودة وطي هذه الصفحة؟ ما عندي حتى مشكلة، معنا ما عندي حتى حب لبن علي، ما كنتش في التجمع، اما مع عودة بن علي مستعد تصدر عفو خاص لبن علي لتسوية هذا الملف؟ كان وصدر جمهورية سأصدر عفوا خاصا على زين العابدين بن علي.